يعني شباب زيكم غربة ولك هوية أو لك هويتين، يعني اللي اتربى فيكم في مكان ولكن جذوره من مكان آخر، وسبتوا ده وسبتوا ده وفي الآخر جيتوا في مكان ثالث خالص غربة. أنا كشاب في الغربة إيه أهدافي؟ لو نجي نسأل إيه الأهداف، للأسف إحنا عندنا المجتمعات العربية بصفة عامة كل واحد بيجي نتكلم، أنت خلصت جامعة؟ طيب هتشتغل ايه؟ والله لسه ده طالبين كده، طب نعلي السي في بتاعي. لا ده عايزين مش عارفه في اللغه مثلا شهاده معينه، فانا هاخد السكيلز ديت وبعدين ابقى اعلي السي في بتاعي. بعد 24 سنه بيبتدي يكون السي في بتاعه. غلط، اكبر غلط. السويد اعلى مستوى تعليم، وعندك البحرين وفي غزه موجود تطبيق النظام، وطبعا موجود في امريكا وفي كندا جزء مش في كل الولايات. ازاي تحدد هدفك وتشوف انت عايز ايه من سن كيجي؟ يعني هو من كيجي طالع وكل مرحله بيختلف بقى انا المفروض هطلع ايه، انا هعمل ايه. والله يا دكتوره اصل انا بص بقى ما هخلص، يعني انا هخلص بقى، انا في جامعه اصلا، انا هخلص جامعه وبعدين اشوف لي شغلانه كده كويسه تمت بصله للتعليم ولا ما تمتش مش مهم، المهم ان انا هخلص جامعه وبعدين بقى اشوف العروسه المناسبه وبعدين اتجوز وخلاص وتنتهي. اكبر غلط. ولا نعرفك انت مين، واحد عادي جيت دنيا واتجوز وخلف وعمل انا فين البصمة؟ وان كان عند الناس تانية كلها هدف او مستهدف ان هو يبقى له قيمة او انه يعمل شيء، ده مر من هنا، ايه الدليل يا عم؟ شايف اثره، شايف عمله، شايف كذا، وده اللي بيبقى الاثر، والاثر الطيب طبعا اللي بتدعمه النية الصالحة وطالما فيها رضا ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي بيدعمه. لكن واحد ملوش اي هويه ولا له اي هدف غير ان انا زي عزكم الله اي خلق ربنا خلقه تاني، انا اتجوز واخلص واشتغل وكده. غلط. انت ناوي تعمل ايه؟ انت مين؟ لكل عبد صيت في السماء، صيته في السماء بناء على عمله في الارض. صيت في السماء يعني اسم، وده دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي يموت العبد تفتح له أبواب السماء أو لا تفتح، فلما تفتح له أبواب السماء ينادى بأفضل الأسماء اللي كان يحب ينادي بها في الدنيا. أنت صيتك في الدنيا إيه؟ ناوي تعمل إيه؟ عارفش لك يعني طب خلص، طب بس ليه لسه؟ طب أنا أقهر نفسي ليه؟ عشان أنت راجل، عشان أنت بأمة. زي مين؟ زي سيدنا إبراهيم، كان أمة قانت لوحده. واحد بيقول يعني سبحان الله، مكان سيدنا إبراهيم الخليل، الخليل يعني خليل عن الصاحب يعني. أما الله عز وجل ملك الملوك القادر المقتدر الملك المليك يختار من عباده من عبيده، يختار واحد يقول ده خليل ده صاحبي. سيدنا إبراهيم ليه؟ أول واحد وحد الوحدانية بعد سيدنا آدم. الوحدانية ما كانش فيه في عصره كل اللي كانوا بيعبدوا بقى اللي انتوا شايفينهم بقى الأصنام ومسمياتها. وصل ربنا سبحانه وتعالى بقلبه وكان أمة لوحده، راجل لوحده يعمل أمة ليه؟ عنده عقل. لما اجي اقول لك انت محتاج زيادة وعي يا دكتورة، بس الحياة والدنيا والمشاغل وبعدين يعني الجو مش زي، لا غلط. مين قالك؟ مين قالك؟ الله أعلم مين فيكو كده بأسمائكو ولا بصوركم، الله أعلم مين فيكو. الله عز وجل كاتب له ده اللي هيحيي عليه الدين والأمة، وده اللي هيعز الدين والإسلام. هو أنت لما بتدرس ولا لما بتبقى في جامعة ولا لما بتخلص ولا بتاخد كارير معين بس مستهدفك الدولار بقى بكام، اليورو كده، طب احنا بقى عايزين نزود عشان ايه الليمت بس عشان نعرف نتعايش؟ غلط. تفضل قيمتك في البرة في الفلوس وخلاص، هي القيمة في القرش وخلاص، لكن القيمة في العطاء. الكلام اللي أنا بقوله ده هم لسه مطبقينه مثلا من آخر 20 سنة فاتوا، أو ابتدوا يطبق في الدول الأوروبية من بعد الحرب العالمية الثانية اللي هي ميكانيزم التعليم وآليات التعليم. إحنا بقى عندنا الكلام ده قايله ابن سينا، شوفوا من كم ألف سنة، اسمها خريطة ابن سينا التعليمية. أنا كواحدة تربوية أنا أقول وحنيت الاربع تسطر بتوع ابن سينا اللي كاتبهم دول اتحطوا في ذهب كده انتوا فاهمين اللغه بتاعتي الاول؟ الحمد لله. دروس بذهب كده وتتحط صراحه لكل اب وام ومربي وتربوي
وشاب عايز يعرف انا ناوي اعمل ايه. انا لو اقول لكم نماذج، انا نفسي اجيب لكم نماذج طبعا يعني من العصر الحديث. ليه؟ لان الواحد لما بيشوف طب ما غيري عرف ما نعرف، ما غيري قدر ما انا كمان اقدر. يعني هو له مخين وانا مخ، يعني هو له اربع عيون، لا لا لا، عنده مخ وعنده مخ. لكن الاهم من ده كله ايه؟ العزيمه. ان انا عندي اراده، انا عايز اعمل حاجه، انا عايز اكون مش بس نبراس لامتي وكده. انا لما اتكلمت على الهويتين انا ناشئ في دوله معينه وحاسس متربي فيها 20 سنه ولا 15، انا يعني هويتي فيها، لكن جذوري فين؟ مكان والبلد. لازم نعمل حاجه. طب ما تيجي نطلع بره، سواء اي مسمى، اي مسمى واي بلد، مش هسمي بلاد، ونيجي نقول انا 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 الاسلام امي وابي، انا عايز اكون واحد من اللي بيعز الاسلام.